زمان كان اسمه شارع دسوقي، إنما دلوقتي هو شارع فريد شوقي، واحد من أرقى شوارع المهندسين اللي بتتميز دايما بصوت العصافير والشجر اللي بيغطي الأرصفة، وده اللي بيحسسك إنك بتمشي في شارع من شوارع أوروبا، مش علشان الشجر والعصافير بس ده كمان علشان الشارع بتلاحظ فيه وجود عدد كبير من الفلل اللي لازم تشد انتباهك بتصميمها الفريد وأناقتها، وكأنها أنتيكة في وسط الشارع. وسط الفلل دي في فيلا لازم عينك تقع عليها، دي فيلا فريد شوقي، واللي كانت بمثابة مصدر حياة للشارع كله زمان. الأطفال كانوا بيلعبوا في جنينة الفيلا، الخدمين كانوا دايما حريصين على نظافتها، حتى الأطفال كانوا بيقفوا في طوابير مستنيين الفنان العظيم علشان يسلموا عليه أو يتصوروا جنبه. وفي الشارع برضو قدام فيلا فريد شوقي في مسجد عبد الرحمن الكواكبي، وده المسجد اللي كان الفنان دايما بيصلي صلواته جواه، ولكن بعد وفاته تحولت فيلا فريد شوقي لمكان مهجور ما بيملهوش غير التراب والعتمة، لكن بواب الفيلا قال ان كل فترة حد من العيلة بيجي يفتحها ويمشي تاني. وبعد وفاته تم تغيير اسم الشارع من دسوقي لفريد شوقي تخليدا لذكراه وتقديرا لكل ما قدمه لنا من فن اثري للسينما والدراما.